أجرى ريفر بليت أول مران له مساء الخميس في مدريد بعد نحو 12 ساعة من وصوله إلى العاصمة الإسبانية في أول تدريب مفتوح له أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة بوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس الذي سيقام الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو. وسافر جميع لاعبي الفريق البالغ عددهم 28 لاعبا إلى مدريد عدا لوسيانو لويو الذي يعاني من آلام في القدم اليمنى، ولن يتمكن 4 لاعبين من المشاركة، منهم 3 للإصابة والرابع للإيقاف، في حين تدور الشكوك حول إغناسيوس كوكو الذي يتعافى من إصابة في الساق اليمنى. وقبل المباراة سيجري ريفر بليت مرانا في المدينة الرياضية للريال اليوم الجمعة وغدا السبت على جلستين بدون جمهور أو وسائل إعلام.